بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في شابتر 5 اللي هو الرفت فاونديشن هنبتدي في بارت 4، أول جزء أو أول خطوة من خطوات تصميم الرفت فاونديشن باستخدام الطريقة التقريبية أو الأبروكسيميت ميثودز. طبعا عشان نصمم الرفت فاونديشن لازم يكون مديني النت الاول بيرين كاباستي يونت الاول بتاعه السويل، لازم يديني اليلد ستريس اوف ستيل اللي هي الاف ييلد، والكاركترستيك كومبريسيف سترينث اوف كونكريت اللي هي الاف اس يو. طبعا مديني الدايمنشنز بقى بتاعه مين المبنى بتاعي والاعمده بتاعتي موجوده فين وكل عمود فيه احماله قد ايه. طيب ايه الخطوه بقى الاولانيه بتاعتي؟ الخطوه الاولانيه بتاعتي ان انا احسب الاحمال الكليه ومكان محصلة الأحمال بتاعة الأعمدة بتاعتي في الاتجاهين. يعني إيه؟ يعني أنا هاخد مثلا الاتجاه الـ X direction ده، أعمل فيه إيه؟ أجمع حمل العمود ده وحمل العمود ده وحمل العمود ده مثلا وأحطه هنا، وحمل العمود ده وحمل العمود ده وحمل العمود ده وأحطه هنا، حمل العمود ده والعمود ده والعمود ده وأحطه هنا. وبعدين أعمل إيه؟ أبتدي أجيب مين الـ P total بتاعته. بعد ما أجيب الـ P total أبتدي أجيب مكان المحصلة ديت فين؟ موقعها فين؟ وموقعها فين بقى من السنتر بتاعت القاعدة؟ ممكن تكون موجودة في السنتر وممكن تكون مترحلة هنا بمسافة اسمها مين؟ EX. EX هي عبارة عن المسافة اللي انت جبتها هنا ناقص نص القاعدة بتاعتي. وما يقال في الاتجاه الـ X direction برضك هجيبه في مين؟ في الـ Y direction. هجمع الحمل ده زائد الحمل ده زائد الحمل ده واحطه هنا، والحمل ده والحمل ده والحمل ده واحطه هنا، والحمل ده والحمل ده والحمل ده واحطه هنا، وارجع اجيب مين؟ الـ B total بتاعتي. بعد ما اجيب البي توتال هجيب مكانها فين اللي هي الواي بار بتاعتها. لو جبت الواي بار بتاعتها ولقيتها في النص بالظبط هتبقى واقع على المحور اكس، وممكن ما تبقاش واقع على محور اكس، تبقى في ترحيل ليها زي ما انت شايف كده مسافه اسمها مين اي واي. اي واي دي بتساوي ايه؟ النص بتاعي اللي هي البي على 2 بتاعتي ناقص مين؟ ناقص الواي بار. فاقدر اجيب الاي اكس والاي واي، يبقى انا جبت المحصله بتاعه الاحمال بتاعه الاعمده موجوده فين بالنسبة لمحاور الاكس ومحور اكس ومحور واي الخاصين بالايه؟ بالرفت. شكرا.